أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في تغطيتنا المستمرة من هنا من مبادرة الاستثمار. يسرنا أن يكون معنا أيضا خلال هذه الحلقة المهندس مضر الخوجة الأمين العام لغرفة التجارة العربية النمساوية. أهلا بك مهندس مضر. أهلا وسهلا بكم. حياك الله. في البداية حدثنا كيف رأيت هذه المبادرة، كيف رأيت هذا الحضور اللافت، هذا الزخم، المتحدثين، رؤساء الشركات كلهم تحت سقف واحد؟ الواقع أول شيء أبدأ بالشكر للتنظيم المتميز لهذا المنتدى وهذا المبادرة الاستثمارية الكبيرة. شهدنا خلال قبل الظهر اتفاقات بقيمة 50 مليار، ما يزيد عن 50 مليار، وهذه رقم هائل جدا الواقع، وهو إشارة إلى كل العالم أن المملكة هي الاقتصاد الأول في المنطقة، ومهم جدا لرجال الأعمال التعامل والتفاعل الإيجابي مع المملكة. طيب مهندس مضر، لو أخذنا العلاقة السعودية النمساوية، حضورها اليوم من خلال الغرفة العربية النمساوية وبصفتكم أمينا لها، يعني كيف تقيم العلاقة السعودية النمساوية تجاريا اقتصاديا أيضا؟ الواقع العلاقة التجارية جيدة جدا. لاحظنا السنين الفائتة أن العلاقة يعني نزلت بنسبة حوالي 30% كتبادل تجاري، التبادل التجاري البيني بين النمسا والسعودية، ولكن هذه السنة بدأ أن يتعافى التعامل الاقتصادي. طبعا النمسا بلد مصدر للتكنولوجيا ولديه قدرة كبيرة جدا. الواقع العالم العربي قد لا يعلم عن النمسا إمكانيات التكنولوجيا، ولا يعلم أن الجي كلاس المرسيدس تصنع في النمسا، وأن زيمنز حوالي 25% من حجم الإنتاج التكنولوجي في النمسا في مجال الاي تي، في مجال تحكم لمكانات الطاقة وإلى آخره، ففيها إمكانيات تفاعل جدا. والواقع نحن هنا لنعطي إشارة أيضا إلى الطرف النمساوي أننا منفتحون على المملكة والتفاعل معها إيجابي. أيضا هذا يقودني لسؤال، لماذا الغرفة متواجدة في هذا المنتدى؟ ما هي خططكم؟ الواقع الغرفة هي منبر اقتصادي عربي نمساوي تدعم التجارة البينية والشراكة، ونحن مهتمين كثير في الشراكة مع المملكة، بالأخص أن لدينا شركات كبيرة في المملكة تتعامل مع المملكة، شركة شترابك، في عندنا شركة روزنباور، في شركات كبيرة جدا عالميا تتفاعل مع المملكة، ونريد أن نعطيهم إشارة أن رغم حساسية الوقت أنها مهمة جدا أن نتواجد، نكون هنا ونعطي يعني تقرير إيجابي حول هذه المسألة. طيب وأنتم ضليعين في شؤون البترول و وغيره، يعني استثمارات اليوم كانت البترولية منها كبيرة جدا، أرامكو وقعت لوحدها 15 اتفاقية مع 8 دول من 3 قارات، منها ما يتعلق بتوطين الصناعات البترولية، منها ما يتعلق بالتكرير بالهندسة، أيضا ما يتعلق ب يعني البتروكيماويات. كيف تقرأ هذا التوجه، هذه الجدية؟ أيضا قبل قليل حديث رئيس أرامكو بأنهم عازمون على زيادة الإنتاج، التوسع في الإنتاج، التحول لإنتاج البتروكيماويات. الواقع الوضع إنتاج البترول العالمي على المحك، وخاصة أنه يوجد يعني تهديد بعقوبات على إيران، وطبعا العالم يحتاج إلى أن يكون الإنتاج البترولي كبير جدا في هذه المرحلة. المملكة لديها قدرات كبيرة في مجال البترول، وأعتقد أنها سوف تغطي الحاجة العالمية، وهذا شيء كبير، ورأينا أيضا من خلال العقود التي أبرمت اليوم مع عدد كبير من الشركات العالمية الكبيرة جدا، شامبوجي وإلى آخرها من الشركات. الواقع مرة ثانية أريد أن أكرر أنها إشارة إلى أيضا إلى البرايفت سيكتور، المجال القطاع الخاص، أن الوضع مستمر في التبادل الاقتصادي، وهذا مطمئن للاقتصاديين في النمسا وأيضا في
داخل أوروبا. كيف تقيم يعني توجه مبادرة مستقبل الاستثمار والمملكة الآن؟ رؤوس الأموال اجتمعت في مكان واحد تحت سقف واحد مع أصحاب الأعمال، مع الشركات، مع مالكي هذه التقنية. الواقع كما فهمت اليوم من الرئيس روميان أنها سوف تتوجه إلى مؤسسة هذه المبادرة، وهذا مهم جدا للمستقبل، وأعتقد سوف يكون قاعدة كبيرة للاستمرار في هذه المبادرة، وأعتقد أنها أيضا تتحول إلى عمل مؤسسي كبير، ليست مبادرة لسنة وسنتين وإنما سوف تستمر، وأعتقد أنها تكون مجال للتفاعل والتشبيك والربط بين رجال الأعمال من دول العالم كلها والمملكة. بعض الدول وبعض يعني أعلنت عزمها يعني بكل وضوح الدخول في استثمارات في شركات كبيرة سواء داخل المملكة من خلال توطين الصناعات أو من خلال الدخول في استثمارات مباشرة في السوق السعودي، منها صندوق الاستثمارات الروسي الذي أتى بثقله في هذا أو في هذه المبادرة. أنت كيف تقرأ هذا التوجه، هذه الثقة في الاستقرار السعودي أو الاستقرار الاقتصادي السعودي؟ الواقع أول شيء كما قلت أنه المملكة هي الاقتصاد الأول في المنطقة، ولا يمكن لأي شركة تريد أن يكون لها وجود في المنطقة عدم التفاعل مع المملكة اقتصاديا. طبعا الروس لديهم اتجاهات، علينا أن نسألهم كيف يرونها، كيف التفاعل مع المملكة. طبعا هذا يطمئن المستثمرين ويطمئن أيضا رجال الأعمال. طيب بسألك على مستوى استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، دخل في شراكات كثيرة كلها تنصب تقريبا، يعني ليست كلها يعني بالمعنى الواضح، ولكن كلها تنصب في التقنية، في التحول للاستثمار في السيارات الكهربائية من خلال رؤية سوفت، غيره من المشاريع. كيف ترى هذا التوجه التقني للمملكة؟ كما شاهدنا اليوم وسمعنا أن صندوق الاستثمار شارك في شركة أوبر، وكما سمعنا خلال 3 سنوات تضاعف ربحها من 60 إلى 120 مليون. طبعا هذا يعطي أفضل مثال على أن الرؤية تتجه في الاتجاه المضبوط. سنعود في هذه النقطة مهندس مضر، ولكن أنتقل معك ومع السادة المشاهدين إلى زميلي سلمان القرني في مكان آخر متواجد في المبادرة ومع ضيف آخر. سلمان، الكاميرا والصوت معك. نعم، أهلا بك محمد، شكرا لك زميل محمد. كما نحن مستمرين معكم في تغطية مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثانية من هذا العام، ما زالت الجلسات مستمرة ومتواصلة منذ بداية الجلسة الصباحية اليوم اللي كانت بعالم واحد وبمشاركة العديد من صناديق الاستثمار حول العالم. كان لدينا أيضا كذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق الاستثمار الروسي وأيضا كذلك صندوق مبادلة من الإمارات. استمرت الجلسات أيضا كذلك، شهدنا هناك جلسة لرئيس وزراء باكستان عمر خان، أيضا كذلك أشاد بالدور السعودي وأيضا كذلك أشاد برؤية المملكة والمتوقع أيضا كذلك بالاستثمار في الخطط الاقتصادية القادمة بالنسبة لكلا البلدين. الجلسات أيضا كذلك استمرت، شهدنا أيضا كذلك بعد الظهر جلسة لأمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودي، وأيضا كذلك وتحدث وأطلق العديد من الاستثمارات وأيضا توقيع العديد من الاتفاقات الاقتصادية بين العديد من الشركات التي شاركت اليوم بالنسبة في هذه المبادرة. كان لدينا أكثر من اليوم 50 مليار دولار ما تم توقيعه بالنسبة مع العديد من الشركات العالمية والمحلية، أكثر من 15 مذكرة تفاهم تم توقيعها مع العديد من الشركات. لا ننسى أيضا كذلك نشير إلى اهتمام الوفد الروسي بمبادرة مستقبل الاستثمار. اليوم يمكن الوفد الروسي من أكبر الوفود الاقتصادية المشاركة. شهدنا أيضا كذلك تحدث الرئيس التنفيذي بالنسبة لصندوق الاستثمارات الروسي ديمتري تيفو، اللي أشار أيضا كذلك إلى الفرص الواعدة بين البلدين، بين المملكة العربية السعودية وروسيا في العديد من المجالات. أيضا كذلك أشار إلى استعداد صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار بأكثر من 5 مليارات دولار في استثمارات في الغاز بالنسبة في العديد من القطاعات التي تشرف عليها
عليها صندوق الاستثمار الروسي ويطورها خلال الفترة الماضية. ما زالت أيضا كذلك الجلسات مستمرة بالنسبة في مبادرة مستقبل الاستثمار بالعديد أيضا كذلك من الوفود الاقتصادية المشاركة بالنسبة في هذه المبادرة. اتسمت هذه المبادرة هذه السنة بالعديد من المحاور والمرتكزات الأساسية، ولكن أيضا كذلك شهدنا أنه مشاركة رجال الأعمال وأيضا الحكومات وأيضا قادة الأعمال وأيضا كذلك طرق أبواب جديدة في الطاقة النظيفة وأيضا كذلك التكنولوجيا والعديد من القطاعات التي ممكن يتم الاستثمار فيها خلال الفترة القادمة. بلا شك أن مبادرة مستقبل الاستثمار في هذا العام اختلفت واتسمت بالتنوع، وأيضا كذلك على مستوى الضيوف، على مستوى ورش العمل، أيضا كذلك حتى على مستوى الشركات التي تمت دعوتها للاستفادة من هذا الفرص. كما أيضا كذلك اليوم أخذنا العديد من اللقاءات من رجال الأعمال واللي أشاروا أيضا كذلك بأهمية هذه المبادرة، بأهمية أيضا كذلك الفرص المطروحة بالنسبة في السوق السعودي، كما أيضا كذلك عودتها مبادرة مستقبل الاستثمار في عامها الأول بالإعلان عن خطط اقتصادية ضخمة ومشاريع جديدة يتم الاستثمار فيها مليارات الدولارات. أيضا كذلك اليوم شهدنا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللي تمت مع أكثر من 15 شركة عالمية. ينضم معي أيضا هنا من مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر الشريف، هو الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر. تفضل استاذ ياسر، سعيدين ايضا كذلك بوجودك معنا اليوم. انت في النسخه الثانيه مبادره مستقبل الاستثمار، كيف تقرون ايضا كذلك هذه المبادره ووجودكم ومشاركتهم بالنسبه في هذه المبادره؟ اهلا وسهلا. هذه المبادره تعد الاهم والابرز في المنطقه، لانها ليست مبادره او مؤتمر عادي، لكن هذا المؤتمر يضم النخبة من رجال الاعمال ومن قادة الاعمال ومن المفكرين الاقتصاديين العالميين، وكذلك تحدث فيه توقيع العديد من الاتفاقيات ومن مذكرات التفاهم، فهي أيضا محفل لإنجاز العديد من الأعمال والشراكات وبحث فرص التطوير، فهو المحفل والمبادرة الأهم بالمنطقة والتي تنتج عنها فوائد وعوائد اقتصادية مهمة. مرة أخرى هي الأبرز في المنطقة ولتضع العناوين الاقتصادية للمستقبل المشرق بإذن الله. بإذن الله. أيضا كذلك بالنسبة أنتم لكم في شركة جبل عمر، شهدنا خلال الفترة الماضية اهتمام الشركة بالاستفادة من الفرص وتوقيع أيضا كذلك العديد من الاتفاقيات مع شركات محلية وعالمية، شهدنا أيضا كذلك شركات أو الشراكات اللي أتمتوها بالنسبة في الإمارات. إلى أين أيضا كذلك تتجه اليوم الشركة في ظل الحضور الكثيف اللي شهدناه اليوم واهتمام أيضا كذلك العديد من المستثمرين بقطاع البنية التحتية، قطاع التطوير العقاري والفرص أيضا كذلك الضخمة اللي يوفرها السوق السعودي؟ القطاع العقاري وقطاع التطوير العقاري بالتحديد وفي مكة يحتاج العديد من الاستثمارات، ونحتاج إلى جلب الخبرات في عمل أفضل منظومات تطويرية، لأن منظومة التطوير جدا متنوعة، تحتاج خبرات في مجال الفندقة، في مجال الإنشاء، في مجال التجزئة، فنحتاج العديد من الخبرات. كذلك نبحث أيضا عن شركات استثمارية وشركات تطويرية وشركات تقنية. نحن في هذا الوقت نحتاج إلى تحالفات، وهذه والتحالفات هي اللي تبني النجاحات، والنجاحات القوية وصنع إن شاء الله منصات تستقطب المستثمرين والمطورين وأصحاب الخبرات العالمية. شركة جبل عمر يعني لا تريد أن تتوسع خارج مكة حتى تذهب يعني المدينة المنورة ولا جدة وتبدأ مشاريع تطويرية ضخمة هناك، وبالتالي تحتاج إلى أيضا شراكات، فمثل هذا المحفل يدعم هذه الشراكات ويعني يفتح لنا أبواب كثيرة من الفرص الحمد لله. أيضا شركة جبل عمر تبحث على سبيل المثال إلى تنويع مصادر التمويل، فنبحث في موضوع الصكوك، في موضوع صناديق استثمارية، شراكات مباشرة مع مطورين مع مستثمرين، التي طبعا ترجع بالفائدة على شركة جبل عمر وفي تنفيذ استراتيجيتها المالية التي إن شاء الله ترجع بالفائدة لملاك الشركة ولجميع المشاركين. جميل. على اثر ايضا كذلك هذه النجاحات شهدنا اليوم اعلان عن النتائج الماليه لشركه جبل عمر واللي حققت قفزه كبيره وفاجات المستثمرين بنتائج ايجابيه خلال الفتره الحاليه. قراءتكم ايضا كذلك بالنسبه لهذه النتائج وايضا كذلك توضيح اكثر بالنسبه عن القفزه الكبيره بالنسبه في النتائج الماليه للشركه. طبعا هذه النتائج هي انعكاس لاستراتيجيه الشركه. النتائج
كانت من العوائد الحمد لله المتنامية بالشركة، فحققنا قفزات في بيع المنتجات السكنية، بيع الوحدات السكنية، كذلك من خلال تشغيل الفنادق شهدنا تحسن كبير في نسب الإشغال وعوائد الفنادق في الأسواق التجارية. فجميع العوائد، جميع الأنشطة بالشركة الحمد لله حققت قفزات كبيرة. كذلك نتوقع إن شاء الله إنه هذه القفزات وهذا النمو الجيد إنه يستمر، وخاصة عند حصولنا على رخصة البيع على الخارطة، والذي سيترجم إن شاء الله بنتائج إيجابية على الفترات المالية القادمة إن شاء الله. نعم. أيضا كذلك دعني أبقى معك بالنسبة في القطاع العقاري، القطاع العقاري خلال الفترة الماضية شهد تطور كبير وتنظيمات كثيرة وتشريعات ربما ساعدت بالنسبة في تطور هذا القطاع، نظرتكم أيضا كذلك أنتم بالنسبة في شركة جبل عمر لهذا القطاع الواعد، إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه أيضا كذلك القطاع خلال الفترة الماضية ربما عمل أيضا كذلك على جلب بعض الشركات الأجنبية اللي ممكن أيضا كذلك تساهم وتساعد في تطوير هذا القطاع. نقطة مهمة، في السابق كان التطوير العقاري عبارة عن مجهودات فردية أو تكون مثلا شركة بدون ما يكون هناك في أي تحالفات على مشروع معين، ويعني تكون جهودها منصبة على تطوير مشروع معين. الآن لاحظنا هناك اختلاف كبير جدا في نموذج التطوير العقاري، فبدأنا نشوف على نماذج مالية متطورة، بدأنا نشوف شراكات، بدأنا نشوف هذه الشراكات ليست على المستوى المحلي ولكن على المستوى الإقليمي والعالمي. لذلك المنظومة اختلفت، التفكير اختلفت، بدأنا نشوف هناك مشاركات في المخاطر وأيضا مشاركات في العوائد، وهذا يدعم التطور والفرص في مجال التطوير العقاري ويسرع من هذه الوتيرة. وإحدى هذه الشراكات تأتي أيضا من الشراكات مع القطاع الحكومي وخاصة وزارة الإسكان. الفرص موجودة، لكن اللي اختلف الآن هي النموذج المالي ومنظومة التطوير والشراكات. ايضا كذلك كان لكم خلال الفتره الماضيه العديد من الجهود والشراكات مع رجال الاعمال في العديد من الدول، ايضا كذلك الامارات كانت وجهه بنسبه اساسيه لكم اليوم، ايضا كذلك كيف تقيمون بنسبه هذا التعاون اذا ما اخذنا في الاعتبار انه العديد اليوم من الشركات المشاركه والكبرى ايضا كذلك من الامارات مشاركه بنسبه في هذا المبادره، هل سنشهد ايضا كذلك اتفاقات وشراكات ربما قادمه او تخطط لها الشركه خلال الفتره القادمه مع العديد من الشركات المحليه والعالميه؟ نعم، على سبيل المثال في شركة جبل عمر قطاع الضيافة مهم جدا، يعني هذا المنتج الأساسي بالشركة، وبالتالي في مشغلين عالميين في قطاع الضيافة، في مشغلين من الإمارات، في مشغلين من الهند، في مشغلين من آسيا، أسماء كبيرة جدا لها خبرات في مجال الضيافة، وبالتالي هذا يدعم عملية التعاون مع المشغلين ومع المستثمرين. كذلك نحتاج إلى عمل شراكات مثل يعني ما ذكرت مع أصحاب التقنية وخاصة تقنية البناء وأساليب التطوير، وأيضا طرح منتجات استثمارية تكون إن شاء الله يعني عائدها للمستثمرين عوائد يعني أكثر من الكونفنشنال، أكثر من اللي هي تكون تقليدية، وبالتالي نسعى إن شاء الله للابتكار وإلى يعني الإبداع إن شاء الله في طرح هذه المنتجات الاستثمارية. لا شك أيضا كذلك أستاذ ياسر شريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر أن هذه المبادرة توفر أيضا كذلك منصة أيضا كذلك إضافية للعديد من المشاريع التي تقدم لنا خلال المرحلة المقبلة. شكرا لك أيضا كذلك ياسر الشريف وأنت الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر. نعم، مبادرة مستقبل الاستثمار ما زالت مستمرة، العديد من الشركات استفادت أيضا كذلك من الفرص المطروحة أيضا كذلك في هذه المبادرة. تحدث أيضا كذلك ضيفي
الأستاذ ياسر الشريف، أيضا كذلك عن الفرص والشراكات اللي تنوي أيضا كذلك الشركة عقدها خلال الفترة القادمة، أيضا كذلك أشار إلى الشراكات اللي تمت عقدها مع شركات محلية وأجنبية، وأيضا كذلك أشار إلى دولة الإمارات كنقطة مهمة بالنسبة في استثمارات والعمل أيضا كذلك على جلب تقنيات جديدة، أشار أيضا كذلك إلى تقنية البناء. على كل مبادرة مستقبل الاستثمار ما زالت توصل منصة كبيرة جدا للعديد من شركات الأعمال المحلية وأيضا كذلك بمختلف القطاعات. اليوم كان عندنا صورة جديدة من القطاع العقاري كونها استفادت بالنسبة أيضا كذلك من هذه الفرص المعروضة بالنسبة في هذه المبادرة. نعم محمد، هذا كل ما لدي إلى الآن، وأيضا كذلك سنوافيكم بالتفاصيل أكثر عن العديد من الاتفاقيات والشراكات على ما تم أيضا كذلك توقيعها قبل قليل، وأيضا كذلك سنتابع معكم ونحدث معكم أولا بأول. شكرا زميلي سلمان القرني على هذه المقابلة الهامة. أعود لضيفي هنا المهندس مضر الخوجة. مهندس مضر، توقفنا عند يعني كيف ترى تحركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الاستثمارات التقنية، استحواذ على حصة في شركة تسلا للسيارات الكهربائية، غيرها من الاستثمارات التقنية، استثمارات إن صح التعبير في التقنية الجديدة في الطاقة النظيفة. ما يقوم الإنسان أو هيئات بالاستثمار هي في مجال التكنولوجيا الحديثة، مجال سيارات تسلا ولا حتى يعني شركات التطبيقات العالمية في مجال الطاقة البديلة، أعتقد هي أفضل ما يستثمر فيه فيها، والأرقام أعتقد تعطينا الحق في القول أن التكنولوجيا هي لغة المستقبل. الواقع هي بترول المستقبل. نحن الواقع كلياتنا عندنا أطفال وصغار في المنازل اللي بدأوا يتحولوا من مجتمع يتحاور من خلال اللقاءات وإلى آخره عن طريق إلى التحاور عن طريق الإلكترونيات والإنترنت، وهذا سوف يكون تحول كبير في المجتمعات المستقبلية. الاستثمار في هذا المجال يعكس التوجه العالمي لاستخدام هذه التكنولوجيا. جميل جدا. سؤال أخير مهندس مضر، هل سنرى شركات نمساوية تدخل لتوطين صناعتها في المملكة؟ الواقع يوجد شركات نمساوية كبيرة في المملكة، أعتقد أن النمسا لديها اهتمام كبير في التفاعل الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية، لدينا في مجال البناء، في مجال التكنولوجيا، في مجال التحكم في مراكز الطاقة، في مجال تحكم التليماتيك في مجال القطارات، لدينا تكنولوجيا في المياه، لدينا تكنولوجيا في بناء المصانع والمجال الكيميائي وإلى آخره، لدينا إمكانيات كبيرة والمملكة سوق واعد ومنفتح ولديه مشاريع كبيرة جدا مثل نيوم، مثل الفيصلية، ومثل أيضا ريد سي بروجكت، وهم مشاريع هائلة جدا. أعتقد يوجد مجال للدخول للشركات الموجودة لتعزز علاقتها في المملكة وأيضا شركات تكتشف المملكة بإذن الله. المهندس مضر الخوجة الأمين العام لغرفة التجارة العربية النمساوية، شكرا جزيلا لك. إذن أعزائي المشاهدين، تحدثنا في ملفنا الأول مع سعادة رئيس شركة أرامكو وكبير المديرين التنفيذيين فيها المهندس أمين الناصر عن تحركات وتوجهات الشركة التي تخطط لإنفاق مئات المليارات في استثمارات جديدة. أيضا عقب سعادة رئيس أرامكو عن الاتفاقيات التي تم توقيعها، وهي 15 اتفاقية مع 8 دول في 3 قارات. تحدثنا في ملفنا الثاني أيضا عن حظوة الشراكة أو الشركات النمساوية مع المهندس مضر الخوجة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لطيب المتابعة، أترككم في رعاية الله.